خليني فوت بموضوع التمديد لقائد الجيش طبعا. أو تعيين قائد جيش جديد. اليوم نحن إلى أي بأي مسار رايحين، تمديد أم تعيين؟ لأن يبدو أنه حزب الله ماسك مع الوزير جبران باسيل وما بده يمدد لقائد الجيش. لا بلشتك بالتمثيلية والمسرحية كل بلشوا موضوع التمديد لقائد الجيش أو استحق التمديد لقائد الجيش. قطر أبلغت بشكل واضح أن مع التمديد لقائد الجيش، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك لتقول بشكل واضح $100 المساعدة الشهرية التي تعطى إلى الجيش اللبناني هي مرتبطة بوجود قائد الجيش جوزيف عون. نعم. اثنين تحديدا جوزيف عون. جوزيف عون بالاسم. أوكي. بالاسم. في بعض القوى السياسية في البلد قالت موقفها بشكل واضح. نعم. أنها ليس عندها مشكلة بموضوع التمديد لجوزيف عون. نعم. راحوا سألوا حزب الله أنت مع التمديد أو مع التعيين؟ حزب الله ليس مع الفراغ، يعني كان تمديد أو كان تعيين. نعم. هون النائب جبران باسيل تواصل مع حزب الله وتقدم بطرح أنه هو لا ممكن نحن نروح إلى تعيين ونذهب إلى جلسة مجلس وزراء. أول طرح كان المراسيم الجوالة، يعني أن يتم توقيع المراسيم. نعم. الجوالة. هون جن جنونهم أنه أنت هلأ صرت بتأمن بالمراسيم الجوالة ولا تريد تأمين النصاب في داخل مجلس الوزراء. بعدين دخل بثلاث أسماء أوفرهم حظا وأكثرهم تأييدا، هو العميد الركن توني أهوجي الذي ذهبوا به إلى مجلس الوزراء وقال أنا مستعد أن أذهب إلى الجلسة وتكون المرسوم من أحد وزراء وزير الدفاع. لحظة، هيدا الوزير جبران باسيل التزم أنه يكون بيروح على الجلسة المرسوم موقع فقط من وزير الدفاع. لا، أنه بيكون المرسوم مقترح من قبل وزير الدفاع. ولكن أوكي. يذهب إلى جلسة المجراء بكل وزرائه لإقرار التعيين. بس توقيع شو؟ لإقرار التعيين. هون الإشكالية، لأنه هو بدأ بإشكالية من وقت اللي تم حصول الحكومة تصريف أعمال. نعم. حصلت هيدي الإشكالية، اليوم عم يحصد نتائجها. في هذا التوقيت نرى حركة غير اعتيادية للسفيرة الأمريكية في بيروت. نعم. التي أبلغ بشكل واضح كما كان قد أبلغ هوكشتاين خلال زيارته إلى لبنان بأن المطالبة ووجود جوزيف عون هو أمر غير قابل للنقاش وأمر أساسي بالنسبة لدعم الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني. أوكي. حتى الآن لا في تمديد ولا في تعيين، والأمور بعد ضبابية أمام كل هذا الاشتباك السياسي العميق. وما يحكى عن أنه ممكن أنه بس أنا بتقديري كان من الأفضل للقوى، يعني كان لافت هذا الموقف أنه أنت بدل ما تروح للتعيين والتمديد إلى ما هنالك، طيب روح على انتخابات لرئاسة الجمهورية. طالما أنه القوات اللبنانية اليوم صارت بتقدر تذهب إلى مجلس نياب وبتقدر تعرف طريق عين التيني وبتقدر تجتمع مع الرئيس نبيه بري وبتقدر تقول له أنه نحن نقبل أن يكون هناك جلسة تشريعية بعد أن منعت وجود الكثير من بنود التي تحتاجها الناس لإقامة جلسة تشريعية تحت حجة انتخاب رئيس للجمهورية. الآن بس لأنه في مطلب واضح من مين تريد القوات اللبنانية أن تسير به بشكل واضح، وهو التمديد لجوزيف عون والنكاية السياسية بينه وبين الوزير جبران باسيل. طيب لحظة، بس ما هو كمان هيدا النكاية السياسية تجوز للطرفين، يعني مش بس القوات اللبنانية عم تشتغل النكاية السياسية، كمان الوزير جبران باسيل. إنه وين كانت الشعارات اللي كان هو عم يتغنى فيها من الأساس؟ صلاحيات رئيس الجمهورية، توقيع الـ24 ما يحصل وزير. اليوم في مجلس الوزراء هو ما زرعه الوزير جبران باسيل على مدى أشهر طويلة من حكومة تصريف الأعمال. واليوم يؤكد أن ما قام به وكل القرار الذي اتخذه بعدم المشاركة ومقاطعة مجلس الوزراء والهجوم الكبير على مجلس الوزراء اليوم ما يحصل نتيجته. طيب، معروف أنه الرئيس بري ما عنده مشكلة بالتمديد، ما عنده مشكلة لا بالتمديد ولا بالتعيين، ولكن ولا بالتعيين. أوكي. حزب الله ليس لديه أي مانع، وقال له أنه ما عندنا مانع لا بالتمديد ولا بالتعيين. ولكن عندما ارتفعت أسهم التعيين حزب الله مع التعيين، طالما هذا يعني ليس حزب الله لك باختصار ليس مع الفراغ، ما عنده مشكلة لا مع جوزيف عون ولا بالتعيين، لا سواء كان لطوني أهوجي أو بالتمديد سواء كان لي. بس معقول يروحوا باتجاه توقيع المرسوم ب 24 وزير، يعني خلافا لرأي الأكثرية بمجلس الوزراء؟ هل ممكن هذا الموضوع يطير؟ لن يذهبوا إلى التعيين، لن يذهبوا إلى التعيين بظل المعارضة الكبيرة
التي تحصل والتي تشدد المسيحية. على ضرورة التمديد لجوزيف عون. طيب ما هي وعدم قدرتهم على التمديد ستبقي الأمر بحالة من المراوح حتى يحصل ظرف سياسي معين. لكن الآن طب رجع أقول لك يعني النقطة الأساسية ما نغفل عنها إنه طالما القوات راحوا على قبولهم بجلسة تشريعية تفضلوا ليش ما شاركتوا بحوار لرئيس الجمهورية ليش ما شاركتوا تعرفيهم كلهم والناس كلها بتعرفها واضح أنه هناك أجندة تريد تنفيذ هلأ اليوم في دول تشتغل على كل هذا العنوان وبتروح بتخطط له اليوم التسويات ما بيديرة خيار اسمه الفرد ما بيديرة فرد يعني الخيارات هيدي ففي تسوية كبرى بتحصل هذه التسوية الكبرى عندما تحصل كنا شفنا أنه الوزير جبران باسيل كيف كان علاقته بقطر طيب وعلى أي أساس كانت هالعلاقة الحميمية مع قطر طيب بين اليوم شفنا أنه قطر متمسكة أكثر من أي وقت بقائد الجيش رئيسا للجمهورية أكثر من يرفضه جبران باسيل لا هن طرحوا يعني مصالح البيسري. الدول وعمليات الدول طرحوا اللواء البيسري هن لا يرضوا الوزير جبران باسيل طرحوا اللواء البيسري اللواء البيسري بطبيعة الحال يعني شخصية محترمة أو شخصية تقدر بحسابات الرئاسي إلى وقتها كل حدث له حديث رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية الأستاذ ولكن حتى بسأل ما أخطأ تفضل. حتى ما حدا يفهم أي كلمة خطأ حتى الآن لا يوجد مرشح لدى الثنائي الوطني وحلفائهم إلا سليمان فرنجية بتصير أحداث غزة بتصير طوفان الأقصى بتصير طوفان الجنوب هذا المرشح هو ثابت مكتب على الورقة ما حدا بيمحيه